مؤتمر وطني لمناهضة العنف يوم 18 من الشهر المقبل يحقق إحدى وصايا الشهيد شكري بالعيد. الأزمة الاقتصادية التونسية والارتهان إلى صندوق النقد الدولي يطرح تحديات كبرى نرصدها في الأخبار. ووفاة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر الملقبة بالمرأة الحديدية. تحية طيبة وأهلا بكم. أعلنت لجنة الإشراف عن المؤتمر الوطني ضد العنف يوم 18 من مايو المقبل موعدا لانعقاد المؤتمر بمشاركة كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وأيضا بمشاركة الجمعية التونسية للقضاة التونسيين والائتلاف المدني وبحضور عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وبعض نواب المجلس الوطني. الإعلان عن تنظيم المؤتمر الوطني لمناهضة العنف استجابة لوصية المناضل شكري بالعيد والذي ستشارك فيه مكونات المجتمع المدني إلى جانب القوى السياسية، هو تنفيذ لوصية الشهيد شكري الله يرحمه، وفي نفس الوقت هو تنفيذ كذلك التزامنا احنا كمجتمع مدني، كهيئة وطنية المحامين، كرابطة، كمعهد عربي، كاتحاد الشغل، كجمعية قضاة ومختلف مكونات الائتلاف المدني ضد العنف. منسق المؤتمر الوطني لمناهضة العنف غازي الغرايري أعلن عن أهداف الورقات الأولى التي سيشتغل عليها المؤتمر والتي ستضاف إليها القرارات التي ستخرج بها أشغال المؤتمر. إلى حد الآن الأفكار تتجه في اتجاهات ثلاث: أولا ميثاق وطني ضد العنف، وهو متكون من ثلاث أجزاء، جزء يهم الأحزاب، جزء يهم منظمات المجتمع المدني، وجزء يهم الإعلام. العمل على جعل يوم 6 فيفري من كل سنة يوم وطني لمناهضة العنف، وبعث مؤسسة تسهر على الرقابة، على التوثيق، على تجميع المعلومات، وكذلك أن تلتجئ هي إلى القضاء إن لزم الأمر. المشاركة في المؤتمر فتحت لكل الفاعلين دون إقصاء لتوحيد القوى بشأن أهمية التوعية والتثقيف بخطورة ظاهرة العنف. قدم عضو لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري أحمد الخصخوصي استقالته من اللجنة بسبب ما اعتبره استحالة التوافق بين أعضائها ورغبة المنتمين للحزب الحاكم داخلها في تكريس سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وجعل القضاء موجه. النائب أحمد الخصخوصي يوضح أكثر أسباب استقالته. القرار هو الاستقالة من اللجنة التأسيسية للقضاء العدلي والمالي والإداري والدستوري، لأنه تبين لنا بالممارسة مش بالنظر أنه ما ثماش استعداد من الطرف المقابل، طرف الحكم، لأنه يتنازل حتى تنازلات في حدها الأدنى باش نعملوا دستور لكل التونسيين. نعتبر أنه هذه مسألة خطيرة جدا، وأنه بقائي إذا كان نبقى معناها سلبي، لأنه يعطي فكرة أنه إنسان هذا ديكور أو شاهد زور أو كومبارس أو ممثل صامت. لهذا نعتبر أنه من الواجب هذه استصراخ وصيحة فزع لنبين أن رانا داخلين في نفق مظلم. أكد وزير المالية الأسبق جلول عياد ضرورة إنشاء منظومة جديدة تعتمد وتجري على الاستثمار والتمويل الذاتي لنهوض بالاقتصاد التونسي. كما قدم عياد رؤيته وبعض حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس. ضرورة إنشاء منظومة جديدة تعتمد التشجيع على الاستثمار والتمويل الذاتي لدفع عجلة الاقتصاد هو ما تم تأكيده اليوم خلال محاضرة ألقاها وزير المالية السابق جلول عايد. ثم كثير من البلدان اللي نجحوا في السياسات نتاعهم، ثم بلدان اللي استعملوا معناها تكنولوجيات جديدة كما الكارت بوس كما الواحد، ثم كثير من النجاحات يلزمنا نستخلصوا العبرة من النجاحات هذه ونقوم احنا بنفسنا معناها بانشاء معناها منظومة جديدة، وبطبيعة الحال الحل ما يكون كان على المدى المتوسط، معناها ما نجموش بين عشية وضحاها
باش نحلوا المشكله هذه، لكن يلزم من تو نبدا نحلوا فيها. كما تم التطرق إلى جملة من التحديات التي يواجهها اقتصادنا اليوم على غرار التداين والالتجاء إلى صندوق النقد الدولي وبحث السبل الكفيلة لمواجهة هذه التحديات. أعتقد أن التحدي الكبير اليوم يكمن أولا في عودة الاقتصاد الوطني للنمو، عودة الاقتصاد الوطني إلى خلق الثروة. بمعنى آخر أن التحدي الأكبر يتمثل في اعتماد برنامج إنقاذ اقتصادي سريع حتى يعود الاقتصاد الوطني إلى النمو. أعتقد أن التحدي الأكبر يتمثل على المدى القصير في عودة الاقتصاد الوطني للنمو. ثم بعد ذلك هناك تحديات كبرى الحقيقة لابد من طرحها. التحدي الأول في اعتقادي هو ثقافي، أو بلغة أخرى إعادة الاعتبار العمل كقيمة حضارية. ما غير عمل، ما غير نظرة جديدة للإنتاج والإنتاجية، مش ممكن نتحدث على برنامج إصلاح اقتصادي. ويبقى الاقتصاد الوطني رهين بعض السياسات التي تنتهجها الحكومات الحالية. عرفت شبكة الانترنت يوم السبت والأحد الماضيين أكبر عملية قرصنة استهدفت مواقع إلكترونية صهيونية حساسة شارك فيها قراصنة من عدة دول احتجاجا على سياسات الصهيونية. وتمكن القراصنة من اختراق مواقع حساسة بما فيها وزارة التربية والتعليم وموقع الجيش الإسرائيلي وموقع مكتب الإحصاء المركزي وموقع سوق الأوراق المالية وموقعي الكنيست والموساد. المختص في المجال الرقمي كريم بوزويتا يوضح تداعيات هذه القرصنة. صارت اوبيراسيون فما شنو يسميها هجمه اوبيراسيون انونيموس اسمها اوبي اسرائيل، اللي الثانيه من نوعها في الاشهر الاخر. الاولى كانت في نوفمبر 2012 والثانيه بدات الجمعه هذه. الهجمه الثانيه هذه في البيان الفيديو اللي خرجوا تخرج باسم انونيموس على الاقل على ادنى حد، يقولوا لي هو على اسرائيل، مش تهجم على اسرائيل. فما قصف، فما اختراق حكم انسان، اي انونيموس الاتاك. سورتو خرج ميساج في البيان هذا يقول اللي انونيموس يحب يفسخ اسرائيل من العالم الافتراضي، من السيبر اسباس ولا من العالم الرقمي، مع الحكاية الجديدة هذه اللي نسميها أنونيموس. اللي ما نزمش كان تبعوا الميثاق متاع أنونيموس، ما نزمش نقوله هما مجموعة في الميثاق متاع أنونيموس. فمادة من الوقت تقول اللي أنونيموس إيت مش ده، معناها هي شيء ليس مجموعة. فم اختراق حكم إنسان، اختراق كبير حكم إنسان في بلاسة خنراو اللي تصير أوبي أنونيموس، كما صار في تونس، كما صار في مصر. نظم حزب تحرير وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة احتجاجا على السياسة الاقتصادية للحكومة وزيارة وفد من صندوق النقد الدولي تونس منذ أيام. وقد عبر الناطق الرسمي باسم حزب تحرير رضا بالحاج عن رفض الحزب للمفاوضات الجارية من أجل منح تونس قرضا اعتبره ارتهانا للخارج ونوعا من الاستعمار. كما قال بالحاج إن الحزب سيواصل احتجاجاته وسينظم يوم الجمعة القادم وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي تنديدا بالزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. نظم عدد من المواطنين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية تنديدا بمماطلة الوزارة وعدم جديتها في دراسة ملفاتهم. المحتجون أغلبهم من العائدين من ليبيا الذين فقدوا مواطن رزقهم وعائلات المفقودين والمعتقلين على خلفية الهجرة السرية إلى إيطاليا والمعتقلين والمفقودين أيضا في العراق. وقد أغلقت الوزارة بابها الرئيسي ورفضت التفاوض مع المحتجين الذين هددوا بالتصعيد وتحويل الوقفة إلى اعتصام مفتوح. الآن ننتقل إلى الأخبار العالمية.
ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا اليوم في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من البنك المركزي وسط العاصمة السورية دمشق إلى 25 قتيلا على الأقل وأكثر من 80 جريحا، فيما أكد رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي خلال جولة في موقع الانفجار أن بلاده ماضية في معركتها ضد الإرهاب حتى النهاية على حد تعبيره. توفيت اليوم رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر الملقبة بالمرأة الحديدية عن عمر يناهز 87 عاما بعد إصابتها بجلطة في المخ. تاتشر من مواليد 13 من أكتوبر سنة 25 و900 وألف، وكانت رئيسة وزراء بريطانيا من سنة 79 و900 وألف إلى سنة 90 و900 وألف، وكانت أيضا تاتشر المرأة الوحيدة التي تولت رئاسة وزراء بريطانيا. وبالأخبار العالمية نكون وصلنا إلى ختام النشرة، نلتقي في موعد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.